سود عيونه، يا ولا سود عيونه، يا ولا سود عيونه، يا ولا سود عيونه، يا ولا يا ولا سود عيونه، يا ولا سود عيونه. يا ولا. هو نطق؟ بقى له قد ايه بيتكلم؟ بقى لنا رباعية يا جنرال كده بندهلي في ايه؟ طيب قال اي معلومة؟ قال ايه؟ قال السود عيونه. وانت قلت له يا ولا؟ في نفسك في مكاني. طيب واحد بيقول لك السود عيونه هتقول له ايه؟ هقول له يا ولا. انت يا ابني ايه اللي حصل يوم الحادثة؟ قول مين اللي مسلطك؟ ليه؟ ليه ربع ساعة كان بيتعافى وانت وكست؟ ليه يا ولا؟ ليه يا ولا؟ هو انا ناقص؟ خد وغور، خد وغور، عندي نغزة في صدري يا ولا، نغزة في صدري يا ولا، ربع ساعة بينطق ما خدتش معلومة يا ولا. صباح الزفت على دماغي، جلجل صباح الزفت. باركود يا ولا، باركود يا ولا. يا عم ده ارحمنا بقى. انت واد عفرومة يا جماعه، يا جماعه هو انا ناقص؟ بدا واحد يضرب في الراجل وبوظك اكتر ما هو بايظ، عمال يقول السود عيونه. يا انا تقوم تحط له المسدس في دماغه وما سكتش احط في دماغك انت كمان. يا بدا وانت اتجننت ولا ايه؟ هتحط المسدس في دماغ ابويا؟ انت تعمل له مستحيل مع انت اخر. طب تصدق ان انا غلطان؟ اسيبه يديها لك بين حواجبك؟ كل ده بسبب البلوه اللي انت جبتها لنا دي. بقول لك ايه، انت والله العظيم ثلاثه. طب انت مش مكسوف من نفسك؟ طب ما انت خايف بتنرفزه ليه؟ وما بتتقتل بترجع تزعل. جيجي والنبي عايزه فراوله. حاضر، اما انزل اجيب. لا جيجي بسرعه، انا بتوحم. يا بنتي هتلعب فراوله لاحسن، الفراوله تطلع في وش الواد. حاضر. لا انا عايزه رنج. انت عايزه فراوله ولا رنج؟ انت عايزه ايه؟ بقول لك ما تجيب الاثنين وناكلهم مع بعض يعني، واحنا هاجرين لاين. هات لها رنج الله يخليك. او النبي دلوقتي. ايوه كلمي الفسخاني ابعته مع ماما. في ظباط بره وبيقولوا عايزين رؤية. انا اكيد في سوء تفاهم او تشابه اسماء، مش بتحصل برضو؟ للاسف يا فندم، امر الضبط والاحضار مظبوط، جايز يكون في مشكله، بس بنت حضرتك لازم تيجي معايا فورا. هو في ايه فوبي؟ مفيش حاجه يا حبيبتي، اكيد في حاجه غلط. انا عايز اطلب منك طلب. ما تقلقش يا فندم، ممكن الاستاذه سلمى تركب مع حضرتك العربيه، بس لازم حد من عندنا يركب معاها. هو انا ممكن اعرف هو الموضوع بخصوص ايه؟ بخصوص الشركه اللي حضرتك بتديريها. خدوا وقتكم واتصلوا محامي وخليه يحصلنا على اسمه.